نشرح برضو للناس ما هو التوصيف العلمي اقتصاديا لمعنى الفقر. الفقر هو كل من لا يجد قوت يومه وليس لديه مصدر ثابت لدخل خلال يستطيع أن يعتاش منه خلال يومه وشهره وسنته. ما قدرش أن يحقق الدخل اللي يقدر يعني يعينه على حد الكفاءة. هذا هو ما دون خط الفقر. وأعتقد دول كثيرة كلهم على حسب يعني معدل الدخل لديها بيتم تحديد نسبة الفقر لدى دول العالم أجمع. خلينا برضو أن احنا نقول أن عدد الفقراء في العالم يصل إلى 1.3 مليار شخص، رقم مهول. برضو نقدر نقول أن فيروس كورونا قدر أن يؤثر ويزيد عدد الفقراء أكثر من 88 طبقا لتقرير صندوق البنك الدولي، من 88 ل 115 مليون شخص تم إضافتهم إلى من هم يقعون في براثن الفقر بسبب جائحة كورونا، بسبب كورونا، وأغلبهم في جنوب آسيا وجنوب الصحراء في إفريقيا. كل ديت آثار يعني النهاردة بنشوف برضو بفضل المناخ وتأثيراته السلبية بمتوقع أن يزيد عدد الفقراء إلى أكثر من 143 إلى 163 خلال الفترة القادمة. كل ديت عوامل ناتجة يعني لظروف غير إرادية ولظروف غير طبيعية بتؤثر وبتعمل على زيادة عدد الفقراء حول العالم. إن النهاردة الأمم المتحدة بتعمل مبادرات للمساهمة، وكان على أساس البنك الدولي ساهم بأكثر من 83 مليار دولار استثمارات للحد من الآثار السلبية للمناخ اللي بنشوفه بيقدر يأثر على حياة ناس كتيرة. وعشان كده فعلا العالم مهتم فعلا بقضية المناخ، حتى الشعار اللي مكتوب يعني لليوم العالمي للفقر احترام الناس وكوكبنا، لأنه الكوكب في حاجة لاحترامه، لإعادة احترامه علشان الإنسان يقدر يعيش عليه. احنا بالضبط كده، احنا على فكرة الهواء غير يعني فيها شوائب وفيها أثار سلبية لكل دول الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر وقد تعيق وتؤثر بشكل مباشر على صحة كل القاطنين داخل دول الاتحاد الأوروبي. ليه؟ في أثار سلبية ناتجة من انبعاثات من المصانع، انبعاثات من النشاطات والأنشطة الغير صديقة للبيئة، واللي هي بتؤثر بشكل مباشر على انبعاثات غير مرغوبة، وتؤثر بشكل سلبي على صحة كل القاطنين داخل دول الاتحاد الأوروبي. طب هذا فيما يخص العالم. خلينا يا دكتور برضو أرجع لإزاي إحنا قدرنا جائحة كورونا واقتصادين قدرنا إن إحنا يعني نكون يعني ما عندناش هذا التعثر الاقتصادي اللي عانى منه العالم. في نفس الوقت مشروع حياة كريمة، القضاء على العشوائيات، مشروع حياة كريمة بما يعالج في الصعيد من مشاكل وبالشباب اللي بتشتغل ولقيت فرص عمل والشركات اللي وهكذا. يعني إزاي هذه الإنجازات تمثل تحدي يعني تحدي بتساعد في القضاء على الفقر؟ الحقيقة احنا عندنا في مصر هنا ربنا كرم هذا الشعب الطيب بوجود رئيس مقاتل زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر ان يضع رؤية واستراتيجية هامة في كل المحاور المكونة لكل الاقتصاديات، قدر من خلالها ينطلق بالاقتصاد المصري الى افاق عالمية، قدر ان يشوف يتم دراسة كل ما يعانيه المواطن المصري دراسة مستفيضة وكيفية ايجاد حلول جذرية وحلول فورية، الهدف منها هو تحقيق الصالح للمواطن المصري. وده اللي بنشوفه من خلال ما يعني شفنا عبر عقود مضت لم يجرؤ أحد على إزالة العشوائيات في كل بقاع مصر، النهاردة بنشوفها بتتحقق على أرض الواقع بفضل إرادة السيد الرئيس وبفضل قدرته على تلبية طموح كثير من المصريين وكثير من قادة
قاطين هذه العشوائيات ان يجدوا مسكن امن بديل. كل هذه المساكن نكات غير امنه، مساكن تفرز تجار مخدرات، تفرز شباب ليس لديه رؤيه وليس لديه طموح. بنشوف النهارده الاختلاف الكلي الذي يحدث من خلال هذه النقله الحضريه اللي اوجدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح كل قاطني العشوائيات في مصر. بنش اكثر من 375 منطقه عشوائيه باكثر من 15 ل 20 مليون فرد كان يقطنوا المناطق العشوائيه. بنشوف النهارده تم توفير مساكن بديله وامنه لكل هؤلاء. ده ما كانش يتحقق على ارض الواقع الا اذا كانت لدى مصر رئيس قوي قادر على النهوض بكل شؤون مواطنيها، وده اللي اتحقق على ارض الواقع وده اللي بنشوفه وده العالم كله اجمع بيشوف هذا. انا بشكر حضرتك، بشكر حضرتك جدا دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمه للدراسات الاقتصاديه، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف.